انا اعتقد ان المساله مش مريحه بهذا الطريقه. طب شفتوا الورق سيد ممدوح؟ لا 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 ما شفناش حاجه خالص، احنا تركنا المكان وما شفناش حاجه خالص، ولا يوجد واحد منا راى اي ورقه مطلقا. احنا ظللنا في نقاش والنقاش لم ينتهي الى اي اجابات، فتركنا مكان اللجنه وخرجت اول واحد، خرج معايا ورايا بعضهم كلهم، لان كان بره الناس متحمسين ومنفعلين جدا، فخرجنا حتى لا يحدث اي شيء يعكر اي صف اي شيء، وخرجت من اللجنه لان انا عندي يقين لا يتزعزع ولا يدخل شك ان هذه اللجنه باطله تماما بوضعها الذي تم تاسيسه على باطل في الماده 28 في الفقره التي حصنت قراراتها، وشيء غير مسبوق في التاريخ القانون او في معايير العداله مطلقا ان تحصن قرارات لجنه تدير عمل اداري من الطعن عليها في مساله حساسه وهامه مثل انتخابات الرئاسه. فبالتالي انا لا يعني انا عندي يقين ان هذه اللجنه بهذه الطريقه غير مقبوله اي عمل يعملها. ده يرجعنا للاستفتاء واللي كانوا راضيين بهذه التعديلات والذين قالوا نعم ويمكن يكون حزب الأصالة منهم، ده خارج الموضوع. أنا عايز أسألك لماذا لم تطلعوا على الأوراق وأنت محامي وأعتقد لا حضرتك الوحيد اللي كنت محامي من المجموعة، لماذا لم تطلعوا على الأوراق؟ أنا بقول لحضرتك أولا موضوع الاستفتاء أنا ما عشان برضه ما تدخلنيش في الموضوع وتخرج منه في موضوع آخر. موضوع الاستفتاء تم إسقاطه بالإعلان الدستوري. دي مسألة قانونية، المسألة الثانية مسألة ما يتعلق بالاطلاع، إحنا كنا في مناقشة حول دخول حازم لأنه صاحب الأصل في هذا الموضوع.